السلام عليكم شباب، ربكم بخير. انا وقت اشرح لكم حاجه سريعا كده. كان في ناس كتيره سالت عليها الجزء الخاص بالسيبج في الارسنال. طيب، في البدايه خالص لو احنا عايزين نفهم بس ايه هو السيبج اللي بيحصل في الارسنال، لو احنا بصينا على شكل زي اللي عندنا ده، دوت شكل الارسنال. اوكي، وعندنا هنا الاب ستريم وهنا الداون ستريم بتاعنا. دايما هيحصل عندنا من خلال جسم السد، هيحصل عندنا سيبج للميه اللي موجوده في الاب ستريم وهتتحرك جوه جسم السد. طيب، ايه المشكله في كده؟ المشكله ان لو احنا سيبنا الميه تتحرك بشكل ما يغش عليه كنترول، هنلاقي ان منسوب الميه او حركه الميه من الاب ستريم للداون ستريم بتبدا انها تتحرك جوه جسم السد وتخرج من المكان زي هنا بالظبط. يعني هنلاقي ان احنا عندنا الميه مثلا جايه بالشكل ده. اوكي، هنلاقي عندنا مثلا ميه ان هي جايه بالشكل ده وبتخرج مثلا في الداون ستريم هنا. هنلاقي دوت عامل لنا مشاكل. اول حاجه مشكله ان هو يحصل عندنا فيه بايبنج، اللي هو بالنسبه لنا زي ما كان بيحصل في الوير وفي الريجليتور في الفلور بتاعها. تاني حاجه ان جسم السد نفسه المنطقه دي كلها انفصلت بيه حركه الميه. طيب، احنا عشان نتجنب المشكله بتاعه السيبج داخل جسم السد، بنرجع ان احنا نستخدم حاجه اسمها الفلتر، اللي هو الجزء المتظلل بالاسود. ايه هو الفلتر؟ الفلتر ده ممكن تعتبره ان هو مرشح. تمام، حاجه مثلا، يعني نتخيل مثلا ان هي حاجه عامله كده مثلا، يعني بيبقى فيها مثلا حبيبات مثلا من التربه معينه، بحيث ان الميه لما تتحرك جواها تبدا تترشح لداخل التربه بعيدا خالص عن الداون ستريم. الميه وهي ماشيه دايما الميه بتتحرك في المسار الاسهل، فالميه ماشيه كده هنلاقي هنا في حاجه نافذيه بتاعتها اكبر من جسم السد، هنلاقي ان الميه بتبدا تتحرك بالشكل ده. طيب، شكل حركة المياه عندنا عامل ازاي؟ لازم نمسح في الحاجات دي. طب، شكل حركة المياه بالنسبة لنا هو الشكل بتاع البروبولا دوت. ده الناس افترضت بالنسبة لنا ان حركة المياه داخل جسم السد وهي خارجة بتبقى على شكل بروبولا. طيب، البروبولا ديت ليها مجموعة من الخصائص. ايه هي الخصائص دي؟ قبل ما نتكلم عن الخصائص بتاعة البروبولا، خلينا نتكلم اول حاجة على الجسم نفسه بتاع السد، ازاي نجيب الابعاد بتاعته. بس خلينا فاهمين بس لحد دلوقتي ان السيبج اللي بيتحرك المايه او السيبج لاين نفسه بتاع المايه داخل جسم السد هو شكل بروبلم. طيب، الحاجه اللي بعد كده لو احنا جينا نتكلم على الابعاد بتاعتنا. طيب، ببساطه خالص احنا جسم السد عندنا بيكون عباره عن شكل زي اللي احنا عندنا كده. تريبيزويدر، عندنا الكريست ويدث بتاعه اللي هو الايه، الميل في الاب ستريم اللي احنا ممكن نسميه بيتا، يعني الزاويه دي هنسميها بيتا، بيكون 3 لواحد، وفي الداون ستريم بيكون الفا 2.5 لواحد. طيب، احنا في المسألة هيكون جيبن معاك ايه؟ هيكون جيبن معاك الاتش ووتر اللي هو ارتفاع المايه. ممكن يكون جيبن معاك ان هو جيبن على طول كاتش ووتر، ممكن يكون جيبن معاك ان انت معاك منسوب المايه في الاب ستريم، اب ستريم ووتر ليفل، ومعاك البيد ليفل. فتبدأ تطرح الاب ستريم ووتر ليفل ناقص البيد ليفل جبت الاتش ووتر. او ممكن يكون معاك دايركت مثلا الكريست ليفل ومعاك البيد ليفل، فتجيب ارتفاع السد دايركت على طول. طيب، انت اول حاجه بايا كانت الطريقه اللي بتبقى جيفن في الامتحان، انت معاك الاتش ووتر، محتاجين نزود عليها زي ما اتفقنا دايما الفري بورد. ايه الفري بورد دي؟ الفري بورد بتاعتنا بتساوي 0.15 من الاتش ووتر زائد 1.5 متر. يعني على سبيل المثال لو الاتش ووتر مثلا بتاعتنا او الاتش اللي كان جيفن عندنا ب 100، يبقى الفري بورد بيساوي كام؟ 0.15 من 100 اللي هو 15 زائد 1.5 يبقى 16.5. يبقى الاتش كابيتال بتساوي الاتش ووتر اللي هي مثلا 100 زائد 16.5، يبقى دي الاتش كابيتال معايا. طيب، الايه، انا بعد ما جبت الاتش كابيتال بلاقي عندي فيه 3 قوانين للايه. لو كانت الاتش دي اصغر من 10 متر فده القانون بتاعي، لو كانت الاتش من 10 ل 30، لو كانت الاتش اكبر من 30. القوانين دي بالنسبه لنا شباب مش هتبقى جيفن، القوانين دي هتبقى حفظ. تمام، على حسب الاتش بتاعتنا عامله ايه. يبقى لحد دلوقتي احنا عرفنا نجيب الشكل بتاع الدام ابعاده عامله ايه. الزاويه دي دايما معانا، يعني اكننا بنقول ان كوتان بيتا بيساوي 3. يبقى احنا عندنا مثلث بالشكل ده. لو قلنا ان كوتان بدل ما نقول مقابل مجاور نقول مجاور على المقابل، يبقى 3 على 1 اللي هي ب 3. ونفس الكلام هنا، لو قلنا كوتان الفا هيساوي معانا 2.5. فاحنا معانا الزاويه دي والزاويه دي، ومعانا العرض بتاعنا، ومعانا الاتش كابيتال بتاعتنا بكام. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه دي ممكن نسميها الدايمنشنز بتاعت الارث دام. طيب، بعد ما جبنا الدايمنشن بتاعت الارث دام،
تمام. دي الجزء اللي كنت بتكلم عليه اللي هو بتاع الكوتان بيتا والكوتان الفا. لو احنا بصينا عندنا هنا هنلاقي ان الفلتر ده اللي هو الجزء اللي بتتحرك منه المايه في حاجه جواه اسمها الاس الفوكال لينس. الفوكال لينس ده الطول تمام اللي بتتحرك او بتخرج منه المايه الفوكال لينس بالنسبه لك. طيب احنا ايه الغرض بتاعنا؟ الغرض بتاعنا ان احنا في الاخر خالص احنا عايزين نشوف الاس دي بتساوي ايه وكميه المايه اللي بتخرج من خلال جسم السد قد ايه. طيب عشان نعمل الكلام دوت في حاجه مهمه جدا عايزين نتفق عليها. البرابولا دي من ضمن الخصائص بتاعتها ان اي نقطه على البرابولا المسافه بتاعتها لحد القاطع بتساوي المسافه بتاعتها لحد الفوكل. ايه الكلام ده؟ اي برابولا بيكون ليها فوكل او زي يعني زي سنتر تمام اللي هو الفوكس بتاعها. فالبروبلا بتاعتنا الفوكس بتاعها هو نقطة F اللي هي النقطة دي. طيب القاطع بتاعنا اللي هو دوت اللي هو الخط اللي احنا شايفينه ده ده القاطع بتاعنا. طب ايه الخصائص بتاعتنا؟ الخصائص بتقول ان انا لو عندي نقطة وليكن مثلا نقطة اسمها زد، زد المسافة الأفقية بتاعتها مثلا لحد هنا لو سمي مثلا زي زد لحد واحد، فالمسافة من زد لحد واحد بتساوي المسافة من عند زد لحد ال F. مش فاهم، نوضح تاني. يعني مثلا عندي نقطة B أنا عايز أجيب المسافة بتاعتي اللي هي بي اي. خلاص يبقى المسافة من أي نقطة على بروبلا المسافة بتاعتها لحد القاطع بتساوي المسافة من نفس النقطة لحد الفوكال لينس. يعني أكن بي اي بتساوي بي اف. بطريقة تانية تعال ناخد معانا النقطة زي نقطة الاف تمام أو سوري نقطة الاي. نقطة الاي بتاعتنا الاي اي هتساوي الـ A F والـ B E هتساوي الـ B F. طب ونقطة الـ C نفس الكلام الـ C D هتساوي الـ C F. يبقى احنا كده اتفقنا ان اي نقطة على البروبلم لو جبت المسافة الأفق المسافة بتاعتها لحد الرسم بتساوي المسافة من نفس النقطة دي لحد الـ F. لو احنا بصينا هنا هنلاقي كده نقط مكتوب هنا على جنب هنلاقي عندنا ان ال اف بي لو احنا بصينا كده على نقطة ال اف اهي ال اف لحد هنا تمام بتساوي ال ار بي. وعندنا نقطة ال سي اف فين ال سي؟ ال سي اهي ال سي من حد ال اف هتساوي ال سي لحد ال دي. وعندنا نقطة ال اي ديت لحد ال اي هتساوي ال اي لحد ال اف. لحد دلوقتي دي أهم حاجة عندنا واللي هيتبنى عليها بعد كده القوانين بتاعتنا. خلاص يبقى أنا دلوقتي في البداية خالص كان دوت شكل اللي انا بعمل عليه خطوط ده كان شكل السيفج لاين. اول ما اعمل الفلتر هيحصل ان منسوب المايه هيبدا ينخفض شويه وهيبدا ان منسوب المايه يتحرك من نقطه ابعد شويه من البي بعيد شويه عن جسم السد ان هي نقطه ايه. طيب انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب بالنسبه لي الفوكال لينس اللي هو الاس. الاس بتساوي ايه؟ تعال نبص على الرسمه اللي عندنا. احنا دلوقتي عندنا لو احنا جينا بصينا على المثلث ده تمام المثلث ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي زائد الاس. انا ممكن اقول دلوقتي ان بي زائد الاس. طيب بي زائد الاس دي بتساوي ايه عندنا فوق؟ البي زائد الاس من فوق بتساوي الاي اي. طيب خلاص اهي تساوي الاي اي. طيب الاي اي دي اصلا بتساوي ايه عندنا؟ مش احنا اتفقنا ان اي نقطة اي اي هي الاي اف ده اللي احنا كل ده بنتكلم عليه. ان المسافة اي اي المسافة من نقطة على السيفج لاين لحد الرسم هي نفسها من نقطة لحد الفوكال لينز. يعني ممكن اشيل دي واحط مكانها ال اي اف. طب انا معايا ال اي اف؟ اه معايا ال اي اف. مش دوت مثلث اهو دي الزاوية 90. ال اي اف بتساوي ايه؟ ده الوتر اللي هو بالنسبة لي ال اي اف هتساوي الجذر التربيعي للمسافة الأفقية اللي هي بي تربيع زائد ال اتش كابيتال بتاعتنا اللي هي ال اتش ووتر تربيع اللي هي ال اتش ديت بالنسبة لنا لحد المثلث. طيب يبقى انا كده عرفت اجيب من هنا ان في علاقه ما بين البي وعلاقه بين الاس بس دي مجهوله ودي مجهوله. انا كل اللي معايا هنا بس هي الاتش ووتر اللي هو منسوب الماء. طب نجيب ازاي البي؟ البي ببساطه خالص لو احنا جينا بصينا على شكل زي ده البي عباره عن ايه؟ اول حاجه السيفج لاين بيبدا من مسافه النقطه دي كده النقطه رقم واحد بيبدا عندها السيفج لاين دي النقطه رقم اتنين. نقطة رقم واحد بتبعد عن جسم السد مسافة سماها تلت ال ال بي. يعني المسافة دي كلها ال بي المسافة دي بتساوي تلتها. طب ال ال بي بتساوي ايه؟ دايما يا شباب احنا بيكون عندنا
زي ما كنا بناخد مثلا في الرسم بتاع مدني او كده، لو احنا عندنا مثلا حاجه عامله كده وقلت لك المنسوب دوت مثلا الزد المنسوب بتاعه ب2 والمنسوب ده ب1 والميل ده 2 لـ1، كنت بقول المسافه الافقيه بتساوي ايه؟ بتساوي فرق المنسوب في الميل، يعني بقول 2 ناقص 1 ب1 في 2 مسافه 2 متر. يبقى نفس الفكره، انا معايا الميل ده تيتا ل1، ومعايا هنا نقطه، معايا نقطه، معايا فرق المنسوب بينهم اللي هو عباره عن ايه؟ الاتش بتاعتي لو من هنا، خلينا كده ده المستلزم احنا شغالين عليه، المسافه دي الاتش ووتر. يبقى انا بالنسبه لي ال ال بي بتساوي ايه؟ ال ال بي بتساوي الاتش ووتر، ايه ال بي هتساوي اتش ووتر في السلوب اللي هو بتاعي بكام؟ ب3. طب القانون ده بيساوي تولت ال ال بي، يعني اكن بيساوي تولت في اتش ووتر في 3، فاكن دي بتساوي اتش ووتر. انا كده جبت المسافه دي اللي هي المسافه الحته الصغيره دي اللي هي الاسقاط ده. طب المسافه الصغيره دي تانية، انا معايا دوت الفري بورد ومعايا الزاويه دي بيتا، يبقى المسافه بتاعتي اللي هي الافقيه اتش كوتان بيتا، تمام؟ اللي هي نفس الفكره بالنسبه لي، اللي يعتبر الاتش في كوتان بيتا احنا اتفقنا عليه، كنا جايبينه مش عارف كام، كان ب3 زائد الاي اللي هو اللي احنا جبناه على حسب الاتش اللي هو الويتس بتاع الكريست، وبعدين هنا اتش كوتان الفا بنفس الفكره، كوتان الفا دي اصلا ب2.5، بس اللي هنا الاتش هناخد اتش انهي دي اتش كابيتال اللي هي اتش ووتر زائد الفري بورد، لما كان هنا احنا شغلنا مسلسل صغير خدنا الاتش ووتر. المسافه اللي احنا جبناها دي احنا جبناها لحد الاخر خالص هنا. طب احنا عايزين نجيب ايه اصلا؟ احنا عايزين نجيب البي، فالبي هتساوي ايه؟ هتساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده ناقص الفيرتال لينس، وده هيبقى جافي بالنسبه لك. يبقى تاني يا شباب المساله كلها قايمه على ايه؟ ان احنا بقى فاهمين بس ان في حاجه اسمها سيبج لاين الميه بتتحرك فيه من الاب ستريم للداون ستريم، عشان نحاول نقلل تاثيرها ونمنع تاثيرها ان هو يدور جسم السد والتربه تحت السد، عملنا فلتر. طب الفلتر دوت ليه خصائص، ايه الخصائص بتاعته؟ حاجه اسمها الفوكال لينس. طب الفوكال لينس بنحسبه ازاي؟ اتفقنا ان الفوكال لينس عشان نحسبه بنحسب قانون الاس زائد البي بيساوي اتش تربيع زائد بي سكوير، تمام؟ كل اس نص. طيب خلينا نقول كده حاجه بسيطه برضو للناس ايه اللي ممكن ما تبقاش مثلا صوره واضحه بالنسبه لها. احنا الجزء بتاع السيبج ده احنا هيبقى عندنا فيه قانونين هما اللي حفظ. القانون الاولاني هو القانون بتاع الاس، ان الاس زائد البي خلاص المفروض الناس فهمت خلاص، احنا جبنا الاس زائد البي بتساوي الاي اي والاي اي بتساوي الاي اف، فاكنا بنساوي الجذر التربيعي دي اتش تربيع زائد البي تربيع، والاتش دي اللي هي ووتر، تمام؟ مش التوتال، لو احنا بصينا حتى من على الرسمه كده احنا مش واصلين لحد جسم السد، احنا واصلين لحد منسوب الميه بس، فدي اتش ووتر اللي هي تبقى جيفن معاك. دي كده اول معادله حفظ. طب ايه المعادله الثانيه؟ المعادله الثانيه بتاعت البي، ان بي بتساوي تولت ال بي زائد الاتش اللي هو الفري بورد في كوتان بيتا زائد الاي زائد الناحيه الثانيه الاتش كابيتال بقى اللي هي زائد الفري بورد في كوتان الفا ناقص الفلتر لينس، تمام؟ المفروض الناس ما تحفظهاش، المفروض الناس تبقى فاهماها من رسمه الشكل. طب خلاص احنا معانا اهو دول معادلتين بس اللي هما اللي حفظ عندنا. طب المسائل تيجي ازاي؟ المسائل ممكن رقم واحد يكون جيفن عندك الفوكال لينس بالنسبه لك والاتش ووتر طبعا، فانت هيبقى معاك الاتش ووتر هتروح تجيب الابعاد بتاعتك الاي، بعدين هتيجي تشتغل على الجسم بتاع السد من هنا معاك الفوكال لينس. طيب حلو، معايا الفوكال لينس اللي هو الاس، اعوض في القانون دوت هجيب منه البي، اخد البي اعوض في القانون بتاع البي هجيب مثلا الفلتر لينس، او ان انت يكون معاك العكس يكون معاك الفلتر لينس هتروح تعوض في القانون دوت فتجيب منه البي، وبعدين تطلع هنا تجيب الفوكال لينس. فهو انت بالنسبه لك يا معاك فوكال لينس تروح تجيب البي، او معاك بي تروح تجيب الفوكال لينس. طيب الطلب منك تحسب كيو، الكيو كميه الميه اللي بتتحرك من جسم السد بتساوي النفاذيه بتاع جسم السد في الاس اللي هو الفوكال لينس، دي بتبقى محسوبه للمتر الطولي. لو عايزين نجيب كيو الاجماليه بنبدا في البعد العمودي على الصفحه اللي هو عرض السد كله. طيب ده كده بالنسبه للجزء بتاع الدم. طيب نوقف كده مع بعض ونشوف حاجه تانية كده كان في ناس بتسال عليها برضو. طيب شوف الحاجه التانية، كان في ناس بتسال على الجزء بتاع الابليفت. الابليفت عندنا في الدم احنا عندنا النقطه ديت بيكون عندها ضغط الميه جام ووتر اتش ووتر، فبنفس الوقت النقطة التانية دي جنبها جام ووتر اتش ووتر، فكأننا عندنا مثلث الرأس بتاعه أو ارتفاعه جام ووتر اتش ووتر. طيب
ده كده بالنسبه لنا ده، والعرض بالنسبه لنا دوت اللي هو البي. طب احنا عايزين نجيب من دوت البريشر، نجيب البريشر ازاي؟ البريشر بسرعه اكننا بنجيب مساحه بتاعه الشكل، فاكننا بنقول نص في جاما ووتر في اتش ووتر، ده نص طول القاعده في ارتفاع في البي. طب ده كده القانون بالنسبه لنا. لو احنا عندنا التربه بتاعتنا بريمبل او نفاذيه، خلاص هيبقى القانون بتاعنا زي ما هو. لو غير منفذه التربه بتاعتنا امبريبل، خلاص هنجلكت خالص ال ابليفت، يعني حته البوينت 7 دي لا خلاص احنا بالنسبه لنا اما في ابليفت فناخدها زي ما هي، لا اما مفيش. تمام، بس الناس، بس عشان الناس كانت بتعوض ان نص جاما ووتر في اتش ووتر تربيع، لا احنا ما عندناش كده. احنا عندنا المثلث بتاعنا كان امتى بنقول عليه الكلام ده؟ لما كان المثلث بتاعنا بيكون مثلا في ميه بالشكل ده، فانا بالنسبه لي بيكون دوت اتش ووتر، والقاعده بالنسبه لي جاما ووتر اتش ووتر. لما كنت باجي اعوض بقول نص جاما ووتر في اتش ووتر تربيع، ده في الحاله ديت ان كان الارتفاع ده بيساوي ده، لان ده جاما ووتر بواحد، فكان المثلث متساوي ثقيل. اما هنا لا، انا عندي الارتفاع الرأسي جاما ووتر اتش ووتر، اما العرض هو البي، فبالتالي هيبقى نص جاما ووتر في اتش ووتر في البي. تمام، ده كده بالنسبه برضو للجزء بتاع الابليفت. حاجه اخيره كده شباب على اللوك. تمام، احنا في اللوك عندنا بنيجي نشتغل على الثراست تول، في عندنا تو كيسز، في كيس بتاعه الاوبريشن، في كيس بتاعه الديورنج ريبير. في حاله الديورنج ريبير احنا بناخد معانا الويت، ما بناخدش معانا بناخد معانا الويت وبناخد معانا الايرث بريشر. اما في حاله الديورنج اوبريشن فاحنا بالنسبه لنا ما بناخدش معانا الويت وما بناخدش معانا الايرث بريشر. طيب ببساطه كده يا شباب، احنا في حاله واحنا شغالين في الديورنج اوبريشن، احنا الويت بتاعنا ليه ما بناخدوش معانا؟ احنا مش بنعمله نجلكت، احنا ببساطه خالص احنا عندنا الجسم نفسه بتاع البوابه في حاله اللي هي ديورنج اوبريشن، معناه ان التشامبر نفسها بتاعت اللوك مغمورة بالميه، بالتالي بيكون عندك ان انت منصوب ان انت عندك طبقا لقاعده ارشميدس وقانون الطفو، انت عندك البوابه وهي موجوده جوه جسم اللوك نفسه، الميه هي اللي شايلها مش الهنج، يعني الفورس كلها اكنها متحمله على الميه. فبالتالي احنا وقتها ما خدناش الويت، مش عشان احنا اهملناه، لا بالعكس، عشان هو اصلا بالنسبه لي الهنج مش حاسه بيه. اما في الناحيه التانيه في حاله الديورنج ريبير، انا اصلا مفيش ميه جوه جسم اللوك او اللوك تشامبر، بالتالي كل الفورس رايحه على الهنج. دي كده نقطه. فاحنا واحنا شغالين ديورنج ريبير احنا بناخد معانا الويت، اما في ديورنج اوبريشن ما بناخدش معانا الويت. طب الحاجه التانيه الجزء بتاع الايرث بريشر، ليه بناخده في ديورنج ريبير ديورنج ريبير ما بناخدوش ديورنج اوبريشن؟ احنا ديورنج ريبير خلاص الجسم اللوك عندنا اوريدي موجود، واحنا جينا لسبب معين فضينا الميه اللي جواها عشان نعمل صيانه، فبالتالي اكيد في اليمين وشمال اللوك، يعني جناب اللوك نفسها، فيها عندي تربه، والتربه دي مشبعه بالميه، فعندي ايرث بريشر. طب حد يقول لي ما هو نفس الكلام في الاوبريشن؟ لا، في الاوبريشن احنا التشيك اللي بنشيك عليه حاجه اسمها جاست افتر كونستراكشن. ايه جاست افتر كونستراكشن؟ يعني انا حفرت جسم السد بتاعي، او جسم سوري، حفرت الجسم نفسه بتاع اللوك شامبر، وبدات انفذ اللوك شامبر بتاعتي، بعدين انا مليتها بميه عشان اتشيك ان هي ما فيش ميه بتخرج منها مثلا قبل ما اردم التربه اللي حواليها، عشان لو في اي مشكله وفي اي تسريب ابدا اعالجه قبل ما اردم. طب وانا مالي الميه دلوقتي؟ انا اللوك شامبر جواها ميه، بس يمينها وشمالها لسه ما فيش تربه. فدي الحاله اسمها جاست افتر كونستراكشن، ان انا ما عنديش ايرث بريشر، ما فيش تربه اصلا على الجانبي بتاعه اللوك وفي ميه جوه. فعشان كده احنا في حاله الديورنج اوبريشن ما بناخدش معانا الايرث بريشر، مش برده مش حته بنعمله نجلكت، لا ده هو اصلا وقتها هو مش موجود. امتى يبقى موجود؟ لما يبقى خلاص انا ردمت التربه بالنسبه لي وانا شغال. فاحنا ببساطه خالص ديورنج اوبريشن انت ما عندكش ويت عشان الميه اللي شايلاه، ما عندكش ايرث بريشر لانه مش موجود. اما في ديورنج ريبير فانت عندك الويت بتاع البوابه موجود، هتدخله معاك لان هي مش شايل الميه، مش شايله حاجه، ان الميه مش موجوده اصلا، والهنج كله هو اللي شايل الفورسز اللي جايه من الويت بتاع البوابه. بالاضافه ان انت في دورنج ريبير انت اكيد خلاص نفذت وشغلت اللوك، فانت بقى يمينك وشمالك فيه عندك ايرث بريشر. تمام، بالتوفيق يا شباب، ولو في اي استفسار برضو ايه انا معاكم ان شاء الله.